السلام عليكم. اليوم جئتكم بفرصة رائعة إلى فرنسا بدون عقد عمل وبدون حساب بنكي وبدون لغة، والتقديم يكون في ظرف 5 دقائق فقط ويكون مجاني. ولكن قبل أن نبدأ في شرح هذا الفيديو، كما وعدتكم في كل الفيديوهات التي أنزلها على القناة أن هنالك هدية مني لكم، وفي هذا الفيديو الهدية تكون رعاية ملف التأشيرة، بمعنى سوف أختار تعليق بشكل عشوائي، تعليق واحد فقط، وسوف أقوم بالتواصل معه ويرسل لي كل الوثائق المطلوبة لطلب تأشيرة سياحة إلى أي بلد يريده. المهم أن تكون الطلب بغرض السياحة وإلى أي بلد يختاره هو. أظن أن هذه النقطة مفهومة جدا. وما معنى رعاية التأشيرة؟ هو دفع كل المصاريف، يعني طلب التأشيرة، سواء يعني الموعد وحجز فندق وحجز تذكرة طيران وتأمين صحي، يعني المهم كل المصاريف، وهو يطلب فقط بطريقة مجانية، يعني يطلب بشكل مجاني وكل المصاريف سوف أقوم بدفعها. وما عليك فعله هو الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وترك تعليق واحد، يعني تعليق واحد، وإن وجدت تعليق مكرر بنفس الحساب سوف أقوم بحذف كل التعليقات. إذن حذاري من ترك أكثر من تعليق بنفس الحساب. والشرط الأخير هو أن يصل هذا الفيديو إلى 20,000 مشاهدة في غضون 5 أيام. 20,000 مشاهدة في غضون 5 أيام. إذن إن كنتم تريدون أن تساعدكم اليوتيوب في نشر هذا الفيديو، إذن يكون هذا هو الشرط الوحيد فقط. إذن كل من يشاهد هذا الفيديو يعمل لايك كي تساعدكم اليوتيوب في ترويج الفيديو، وايضا مشاركته مع اصدقائكم المهتمين بالهجره. لعل تكون الجائزه في نصيب من يحتاج اليها. اذا اغتنموا الفرصه. اذا اسف جدا عن هذه المقدمه الطويله، والان فلندخل في موضوع فيديو اليوم وهو التطوع في فرنسا. اذا فلنبدا على بركه الله. مجانيه 100%، وهذه المؤسسه معتمد منها دوليا. اسم هذه المؤسسه هو فرانس تير دازيل. وهذه المؤسسة تحتاج إلى متطوعين في مساعدة اللاجئين والترحيب والتوجيه، وتملك هذه المؤسسة الكثير من الفروع والجمعيات الصغيرة داخل فرنسا. إذا الآن عرفت بعض المعلومات عن هذه المؤسسة، فلنمر لشرح طريقة التسجيل، ولكن ركز معي لأن هنالك 3 طرق يمكنك التقديم عليها. إذا تابع معي الفيديو لاختيار الطريقة المناسبة لك. إذا بدون إطالة عليكم هيا بنا، ولكن لا تنسى ترك التعليق والمشاركة في الهدية التي قدمتها لكم في بداية الفيديو. إذا بدون إطالة عليكم هيا بنا. إذا هذا هو الموقع الذي تحدثنا عنه في بداية الفيديو. هنا كما تشاهد أمامك دوفني أن بينيفول فرانس تير دازيل. هنا نقوم بالترجمة إلى اللغة العربية، نضغط بهذا الشكل على الترجمة، وبعد ذلك نشاهد كن متطوع في فرانس تير دازيل. هنا مقدمة أو نبذة عن هذه الجمعية. كما قلت لكم في بداية الفيديو، هي جمعية فرنسية تساعد أو تطلب مهاجرين لمساعدة اللاجئين. هنا قلت لكم في بداية الفيديو أن هنالك 3 طرق للتقديم على هذه المؤسسة. ففي الطريقة الأولى هنالك وظائف عملتها هذه المؤسسة لكي تهاجر وتعمل معهم في تلك الوظائف التي ذكرها في يعني الموقع الرسمي. إن كنت تريد تقدم عن أي وظيفة من بين الوظائف، اضغط هنا أين كتب باللون الأحمر واضغط على هذه المنصة بهذا الشكل، وبعد ذلك يحولك مباشرة إلى مكان التقديم. ونقوم بالترجمة أيضا إلى اللغة العربية، وبعد ذلك هنا يجب عليك أن تقوم بفتح حساب في هذه المنطقة في هذه المنصة، وبعد ذلك تقوم باختيار السيرة الذاتية، غطاء الرسالة، ثم تضغط على التالي. وعندما تضغط على التالي تختار كل الوظائف، أي وظيفة تريدها. يعني هنالك مجموعة من الوظائف حوالي 20 وظيفة. إن كانت وظيفتك ضمن تلك الوظائف يمكنك التقديم على هذه الوظيفة. يعني لست متطوع، تقدم على وظيفة براتب شهر يعني قليل جدا، ولكن لست كمتطوع. هنا إن كنت تريد، فالنوع الثاني هو لتصبح متطوعا في يعني استقبال الأوكرانيين في باريس. يعني يمكنك التقديم لمساعدة الأوكرانيين. هنا يرجم النموذج بهذا الشكل، ولكن devenir bénévole accueil Ukraine France Terre d'Asile. هنا نقوم بالترجمة لكي تشاهد ماذا كتب هنا في الموقع الرسمي، ولكن هنالك شرط واحد، شرط واحد، وهذا هي يعني هذه هي الاستمارة التي يجب عليك ملؤها، ولكن هنا شرط اللغة. الشرط الوحيد هو شرط اللغة كما تشاهد أمامك، اللغة الأوكرانية أو اللغة الروسية. يعني هنالك شرط اللغة هنا إن كنت تريد فقط مساعدة اللاجئين الأوكرانيين إلى فرنسا.
في هذه، فيمكنك التقديم على هذه الطريقة في الطريقة الثانية. أما إن كنت تريد أن تقدم كمتطوع فقط يعني على هذه المنصة، تقدم كمتطوع، تضغط هنا أين كتب أريد أن أصبح متطوع، أو تقوم بالنزول مباشرة هنا إلى أسفل هذه الفيديو. هنا عروض التطوع لدينا، إعلان خاص، هنا الاستقبال ودعم استقلالية القصر الأجانب غير، يعني هنا تقرأ كل ما يخص هذه المؤسسة، يعني كل ما تقدمه هذه المؤسسة. تطوع في لغة الإشارة، هنا استمارة التطوع، هنا اختر المدينة التي تريد التقديم فيها، يعني أي مدينة في فرنسا، أي مدينة في فرنسا، يعني هذه هي المدن الفرنسية. هنا الاسم، اسم الأول، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، تاريخ الميلاد، العنوان، الرقم البريدي، المدينة. هنا قدم نفسك في سطور قليلة، يعني فقط في سطور قليلة. هنا التدريب، المهارات، قراءة اللغة والتحدث بها، يعني أي لغة تقرأها والتحدث بها، يعني هنالك اللغة العربية أو اللغة القبائلية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، أي لغة تتحدثها يمكنك أن تضيفها إلى هذه الاستمارة. هنا تقوم بملء كل هذه الاستمارة وتقوم بكلمة التحقق، وبعد ذلك تضغط على يرسل. إذن كما قلت لكم، ثلاث طرق وقد شرحتها بعناية في هذا الفيديو. إذن للتقديم شرحت لكم كيفية التقديم، وإن تمت الموافقة عليك سوف يرسلون لك يعني رسالة قبول عبر البريد الإلكتروني، وبعد ذلك يعملون معك انترفيو أونلاين لكي تسافر إلى فرنسا من أجل التطوع تحت هذه الجمعية فرانس تير دازيل. ولا تنسوا ترك تعليق، فعملت لكم مفاجأة في الفيديو وقد شاهدتموها كلكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالهجرة كي تساعدكم اليوتيوب في ترويج هذا الفيديو. إذن هذا كل شيء في فيديو اليوم، الروابط تجدونها في صندوق وصف الفيديو، اضغط فقط على العنوان ويفتح معك صندوق وصف الفيديو. إذن أراكم في فيديو جديد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بالهجرة. إذن فلأراكم في فيديو جديد إن شاء الله.